حلقة جديدة من برنامج كشك الصحافة، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. والبداية بالعناوين. في صنعاء بيع الإغاثة الأممية تنشط في رمضان. صحيفة الشرق الأوسط تكشف عن لقاء مرتقب بين الشرعية اليمنية والأمم المتحدة لمراجعة أداء جريفيث. ومن أخبارنا المنوعة، موظفو البيت الأبيض يكرهون مرافقة ترامب خارجياً لطول الرحلات المرهقة. يقول موقع قناة بلقيس إن مصطفى سعد لم يعد يهتم باللافتات وإعلانات التخفيضات التي يضعها أصحاب المحلات التجارية لاستقطاب زبائنهم بعد أن انخدع بها عدة مرات، وفي كل تجربة تزداد قناعته بأنها ليست أكثر من مصيدة للناس البسطاء. يضيف مصطفى: في العام الماضي كانت آخر تجربة لي مع محلات التخفيضات عندما ذهبت لشراء بعض الملابس لأطفالي، فلم يمر إلا وقت قصير حتى تغيرت الألوان وتقطعت الملابس. أما علي الجبري فيقول: عادة ما تكون التخفيضات على سلع مرت عليها سنوات طويلة ويريد التاجر التخلص منها، أو لبضاعة رديئة يشتريها التاجر بأسعار رخيصة لكن لا يلبث الزبون طويلا حتى يعرف أنه كان ضحية عملية نصب. لكن مجدي الكبودي صاحب محل ملابس يرى أن التاجر يفكر بربحه في المقام الأول، وقد يمنح تخفيضات خفيفة لا تؤثر على رأس ماله وأرباحه. فضل منصور رئيس جمعية حماية المستهلك قال لبلقيس: إن الجمعية تطالب منذ سنوات بتفعيل القانون رقم 46 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، الذي يعتبر هذه التخفيضات إعلانات مضللة ما لم تكن حقيقية وفقا لتكلفة فعلية، ويشترط موافقة مسبقة من وزارة الصناعة والتجارة. ويضيف: التخفيضات تستدرج الناس لوهم وخداع بأسعار وهمية وغير حقيقية، بل قد تكون بعض العروض أسعارها تفوق ما كانت عليه من قبل. يقول موقع عدن الغد إن الريال اليمني شهد تحسنا طفيفا أمام العملات الأجنبية في الساعات الماضية بعد تراجع كبير في السوق الموازية وسط تبادل الاتهامات بين سلطات الحوثيين بصنعاء والحكومة الشرعية في عدن. وأفاد مصرفيون بتصريحات صحفية رصدها موقع عدن الغد أن سعر الدولار في عملية البيع بلغ 542 ريال والشراء 527 ريال، بينما وصل سعر الريال السعودي 143 بيعا و140 شراء في صنعاء. ووصل سعر الصرف في السوق الموازية في عدن والمناطق الخاضعة للحكومة الشرعية 540 ريال في عملية البيع و530 ريال للشراء، بينما بلغ سعر صرف السعودي 141 بيعا و140 شراء. مصرفيون أرجعوا الانهيار الجديد للعملة الوطنية إلى تصاعد الصراع الاقتصادي بين ميليشيا الحوثي والحكومة الشرعية وسط تبادل الاتهامات بين الطرفين عن التسبب بتراجع سعر الريال. وأشاروا إلى أن التحسن الطفيف في سعر صرف الريال جاء نتيجة التدخل المباشر من البنك المركزي عبر عرض 120 مليون ريال سعودي للبيع وزيادة العملة السعودية المعروضة في السوق في ظل تراجع الطلب. وأشار البنك في بيان مقتضب على الفيسبوك بأنه لا تهاون فيما يخص الارتفاع غير المبرر لسعر الصرف، وسنستخدم كافة الأدوات المتاحة بما في ذلك التدخل في السوق واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المتلاعبين والمضاربين بسعر الصرف. مأزق السلاح تحت هذا العنوان كتب محمد فائد البكري في موقع المدار مقاله عن خطورة الركون إلى السلاح أو على السلاح في التعامل مع الآخرين. وقال الكاتب: في كل مرة يجتمع اليمنيون للتفاوض يكون السلاح حاضرا على طاولة التفاوض ومتحكما بمجريات الحوار، ودائما ينتصر السلاح ويسيل الدم ويخسر اليمنيون سلامهم وحاضرهم ومستقبلهم. وبنبرة مكابرة ودعاوى كيدية
وشعارات طنانة يحمل بعضهم بعضاً الملامة ليبرروا فشلهم في أن يكونوا بشراً ويتبادلون التخوين والتهديد والوعيد. من المعلوم أن السلاح صورة من صور مخلب الوحش، وهو من مخترعات الرغبات البدائية الكامنة في أغوار النفس البشرية ومن بقايا النوازع الحيوانية ورواسب الغابة في لاوعي الإنسان الذي غادر الغابة لكن الغابة لم تغادره رغم شعاراته الحديثة. ومن خطورة السلاح أنه يلتحم بوجدان حامله ويتغلغل في لا شعوره ويتحد بمشاعره وأهوائه ورغباته ويستحوذ على مخيلته، ويغدو ارتباطه بالسلاح عضوياً إلى درجة يتعذر معها الفصل بين ذاته وبين سلاحه، وحينها يصير ظل السلاح حجاباً نفسياً وعقلياً، ويصبح المسلح آلة للآلة القاتلة وعبداً مطيعاً لها وتابعاً خانعاً تحت سلطتها، حتى كاد أن يطلب من الآلة القاتلة أن تفكر بديلاً عنه وتحت غوايتها، يتخلى عن إرادته ويتجرد من مسؤوليته وتملي عليه نمطاً معيناً من التصرف والسلوك. وتحت ظلال السلاح تغدو العلاقة بالآخرين شكلاً من أشكال الإملاء والفرض والقهر والتجبر من خلال الآلة الهمجية. يهيأ لحامل السلاح القدرة على الآخر وهو لا يدري أنه يلغي اعتباريته لذاته بموازاة رغبته في إلغاء غيره. ومن عواقب التغلب بالسلاح على الشريك في الوطن أن يجر السلاح على صاحبه الويلات ويراكم السخط والرغبة في الثأر منه. والتاريخ يؤكد أن كل سلطة بسطت نفوذها بقوة السلاح ما لبثت أن سقطت بالسلاح، لا سيما إذا ظل السلاح خيارها وعنوانها وكل حولها وقوتها وحيلتها. على بعد بضع أمتار من مركز توزيع المساعدات الغذائية الأممية في صنعاء والتي تباع فيه السلال الغذائية للتجار من قبل المشرفين على المركز من أعضاء جماعة الحوثي كما يذكر موقع يمن مونيتور، يتكدس عشرات المتسولين أمام أبواب المساجد للحصول على مساعدات من المصلين. سكان المسؤولون قالوا إن مشرفين حوثيين على مراكز برنامج الغذاء العالمي يبيعون المساعدات للتجار، وهذا النشاط تزايد خلال شهر رمضان المبارك. مراسل يمن مونيتور في صنعاء قال إن آلاف أو الآلاف من سكان صنعاء والنازحين يصارعون للحصول على لقمة العيش، في نفس الوقت تمتلئ مراكز تجارية بتلك المساعدات التي يتم شراؤها بعد تغيير أكياس المنظمة الأممية إلى ماركات تجارية محلية. يضيف المراسل أن هناك مسؤولين ورجال أعمال أكدوا عقد صفقات مع قيادات في جماعة الحوثي المشرفة على آلية التوزيع لبيع المساعدات في مديرية بني الحارث تحديدا منطقة بني حوات التي أصبحت قبلة للنازحين. يقول صلاح الفلاحي: أجلس في باب المسجد أنتظر ما يجود به فاعلو الخير لإطعام أولادي، والمنظمات الدولية تصرف مساعداتها للناس غير المحتاجين. ثابت عامر وهو صاحب محل تجاري يقول إن عدد المتسولين في ازدياد مستمر، ويضيف: المنظمات العاملة في المجال الإنساني تشاهد عملية بيع المساعدات يومية ولا توقف هذه المهزلة، ويقتصر عملها بعملية الصرف فقط وليس هناك أي تحر لمن تصرف هذه المساعدات. هذا وكان برنامج الغذاء العالمي اتهم جماعة الحوثي ببيع المساعدات في السوق السوداء وطالب بوقف بيعها أو أن البرنامج سيوقف تقديم المساعدات. قالت شركة الخطوط الجوية اليمنية كما ورد في موقع المصدر أونلاين إن التحالف رفض منح طائرتها المتوجهة من مطار عدن إلى عمان تصريح الإقلاع. وفي تصريح نشرته الشركة على صفحتها في الفيسبوك قال مصدر في الخطوط الجوية اليمنية إن الرفض تم دون إبداء الأسباب، مشيرا إلى أن قيادة الشركة طلبت من التحالف تغيير رحلتها من مطار عدن إلى مطار سيئون حتى لا تقع في مواقف محرجة مع المسافرين، ورغم ذلك تم الرفض أيضا. الخطوط الجوية اليمنية
ستضطر طائرتها للسفر من مطار سيئون إلى العاصمة الأردنية عمان فارغة من الركاب، وهذا سيكلفها الكثير من الخسائر والإيفاء بوعودها تجاه ركابها. استغربت الشركة من إلغاء الرحلة رغم علم التحالف بوجود حالات إنسانية ومرضية ومغتربين وطلاب من أمريكا وأوروبا يحتاجون السفر بشكل عاجل. وأوضحت الشركة أيضا أن مكتب وزير النقل بالرياض يجري محاولات لمعرفة سبب إلغاء الرحلة، ولكن لم يجد أي تجاوب حتى اللحظة. هوايات مهددة، تحت هذا العنوان كتب أمجد ناصر في صحيفة العربية الجديد مقالا ناقش فيه بعض المخاطر التي تواجه الهوايات. وقال الكاتب: هناك أشكال كثيرة لسؤال الهوية وأزمته، وليس بالضرورة على شكل حروب أهلية. فماذا يمكن أن نسمي الغلبة العددية للعمالة الأجنبية في دول الخليج العربي؟ أليست هذه واحدة من أبرز الإشكالات البنيوية التي تواجهها تلك الدول؟ قليلة أعداد السكان الذين لا ينتمون إلى تاريخ المكان وثقافته ولغته. كانت مشكلة العمالة الأجنبية القضية الأكثر أهمية التي دأبت مراكز البحث والصحف على نقاشها في فترة ما بعد الاستقلال وقيام الدولة الوطنية، بيد أن هذا الاهتمام لم يعد موجود، بل تكاد تدخل قضية العمالة الأجنبية في النسيان والإهمال. كان لافتاً أن انتفاضات الربيع العربي طلعت مما هو اجتماعي وسياسي واقتصادي وحرياتي، وليس مما هو هوياتي. فما الفرق في سؤال الهوية بهذا المعنى بين منتفض الشارع وجندي النظام؟ انظروا إلى الانتفاضة السودانية التي كان ينبغي أن تحمل مضامين كهذه، نظراً إلى محاولات النظام طمس الاختلافات الثقافية العرقية والدينية داخل المجتمع السوداني، الأمر الذي أدى إلى تفكيكه وانفصال الزمن عنه. فيما بعد استجدت أسئلة مختلفة. سؤال الهوية السودانية يختلف عن سؤال الهوية في الخليج اليوم، لأن الأول يعتمد على العرق واللغة والثقافة، بينما سؤال الهوية الخليجية اليوم يطلع من التوازن المختل للسكان في البلاد، خصوصاً إذا أخذنا في الاعتبار أن اقتصاديات التنمية ستكون دينامو الحركة في العقود المقبلة وستعتمد على القوة البشرية وليس على الموارد. فأمن الاقتصاديات في العالم سيتغير في بعض التوقعات مع دخول المكسيك وإندونيسيا، نادي الدول العظمى في هذا المجال. الرهان هنا على القوة البشرية وليس على الموارد المالية، وهذه لا معنى لها من دون القوة البشرية واستثمارها والدفاع عنها. كشف مصدر رفيع في الحكومة اليمنية للشرق الأوسط عن اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على الحكومة بعقد لقاء يتم خلاله مراجعة ما ورد في رسالة الرئيس اليمني هادي. وقال المصدر: سنتباحث مع الأمين العام أو من ينوب عنه عن تجاوزات المبعوث. وأضاف: سنخبره بأننا لن نقبل إلا بجملة أمور أهمها التركيز على المرجعيات الثلاث وعدم المساواة بين الانقلاب والحكومة والالتزام ببنود اتفاقية ستوكهولم. وعلى ضوء الاجتماع ستحدد الحكومة موقفها من مسألة إعادة التعاطي مع المبعوث الأممي من عدمه. في الوقت نفسه قال مصدر أممي مسؤول للشرق الأوسط إن غوتيريش أوضح موقفه، ولا أعتقد أن هناك أي خطط لاجتماعات قريبة. هذا وكان متحدث باسم أنطونيو غوتيريش أعلن قبل أيام بأنه يؤكد ثقة الأمين العام في مبعوثه الخاص لليمن وفي عمله. الأمين العام، وبحسب المتحدث، أكد الرئيس هادي أن المبعوث الخاص سيضاعف جهوده لدعم الطرفين الحكومة والحوثيين للوفاء بالتزاماتهما، وسيفعل ذلك بشكل متوازن يدعم التوصل إلى حل سياسي دائم للصراع. موقع العربية الجديد يعنون: يونيسف تقول 27 طفلا قتلوا في اليمن خلال 10 أيام.
المنظمة أوضحت أن الأطفال قتلوا في صنعاء التي تعرضت مؤخرا لضربات جوية من قبل التحالف، وفي تعز حيث قتل مدنيون في قصف استهدف محطة للوقود. يونيسف دعت إلى وقف استهداف المنشآت المدنية في هذا البلد، لكن دون أن توجه اتهام لأي جهة. تقول اليونيسف أيضا إن أكثر من 2000 طفل قتلوا في الحرب، ولا يزال أكثر من 3 ملايين نازح، فيما يحتاج أكثر من 24 مليون شخص، أي أكثر من ثلثي السكان، إلى مساعدات، بحسب الأمم المتحدة التي تصف الأزمة الإنسانية في اليمن بأنها الأسوأ في العالم حاليا. خوض حرب أمريكية مع إيران سيكون أم كل المصائب، تحت هذا العنوان كتب الأمريكي ماكس بوت في صحيفة الواشنطن بوست، وقال في أجزاء من المقال: خلال رعب حديث الحرب مع إيران الذي تصاعد في الأيام الأخيرة، حيث سربت الإدارة الأمريكية المناقشات الجارية لنشر 120 ألف جندي في المنطقة لمحاربة إيران، بدا هذا كله بالنسبة لكثير من الناس شبيها تماما بقصة العراق. وقد عمد الرئيس ترامب إلى تخفيض التوترات مؤقتا قبل أن يقوم بتصعيدها مرة أخرى، ويبدو أنصار ترامب مولعين بالقتال بالمقدار نفسه، لكن تبجح المتنمرين هذا يبدو منفصلا تماما عن الواقع. وما أراه بدلا من ذلك هو أم كل المآزق والمستنقعات، صراع من شأنه أن يجعل حرب العراق تبدو وكأنها نزهة بالمقارنة. تستطيع الولايات المتحدة بالطبع أن تقصف إيران، على الرغم من أن ذلك لن يكون منخفض المخاطر مثل قصف العراق في عام 2003. كانت الولايات المتحدة قد قصفت فيتنام الشمالية وكمبوديا لسنوات، وأسقطت عليها من القنابل 3 أضعاف ما أسقطته جميع الدول خلال الحرب العالمية الثانية، لكنها مع ذلك خسرت حرب فيتنام. وعادة ما تكون الهجمات الجوية حاسمة فقط عندما تقترن بهجمات برية. تفتقر الولايات المتحدة إلى خيار بري واقعي في إيران، الأكبر بكثير من العراق من حيث المساحة والسكان. كما يمكن لإيران أن تستخدم حزب الله وجماعات أخرى لشن هجمات إرهابية في الخارج، ويمكن أن تطلب من الحوثيين في اليمن إطلاق وابل صاروخي ضد المملكة العربية السعودية. فالرد على ذلك، فسوف تقوم الولايات المتحدة بماذا؟ إطلاق 2 صواريخ كروز إضافية وإسقاط المزيد من القنابل. من الصعب أن نتخيل أن يطلق حتى ترامب نفسه العنان لهولوكوست نووي من أجل إنهاء إيران حرفياً. نشرت الاندبندنت تقريرا بعنوان: كيف يمكن لتحالف اليمين المتشدد تقويض الاتحاد الاوروبي؟ جاء فيه ان وزير الداخليه الايطالي المتشدد ماتيو سالفيني يتزعم حراكا سياسيا يسعى لتشكيل تحالف بين الاحزاب اليمينيه المتشدده في اوروبا، حيث قام بدعوه نواب من الاحزاب اليمينيه لحضور مسيره في مدينه ميلانو شارك فيها نحو 25,000 شخص. ويضيف التقرير أن الرسالة التي ركز عليها الجميع هي الادعاء بأن أوروبا تتعرض لهجوم من المهاجرين المسلمين الذين سيغيرون هويتها. توضح الصحيفة أن هؤلاء النواب يسعون في هذا التوقيت إلى تشكيل تحالف سياسي داخل البرلمان الأوروبي. ويشير إلى أن الاتحاد بدأ بالفعل وقف عمليات إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط نتيجة ضغوط مارستها الأحزاب اليمينية حتى قبل أن تشكل تحالفها. وفي آخر أخبار، الرئيس الأمريكي ترامب الغريبة والتي باتت شبه دائمة، يقول موقع عربي بوست إن شبكة CNN الأمريكية رصدت معدل ساعات السفر لترامب خلال الصيف، حيث سيزور 5 دول منفصلة ولازم خلالها الطائرة الرئاسية لأكثر من 80 ساعة. ترامب كان غالبا ما يبدي تبرمه من الماضي إزاء معدل سفره أو أسفاره الخارجية أو أماكن الإقامة المعدة له في الخارج، لأنه ليس مكرما بالسفر في كل الأوقات. ومع ذلك فإن مساعديه هم من ينزعون أحيانا من الصعوبة أو من الصعود إلى الطائرة الرئاسية والانطلاق في رحلة طويلة إلى الخارج.
الشبكة الأمريكية نقلت عن أحد الموظفين قوله في معرض حديثه عن السفر مع الرئيس على متن الطائرة الرئاسية: الأمر يشبه الوقوع في الأسر. ووصف مسؤولون حاليون وسابقون رحلات البيض الأبيض بأنها واجبات شاقة تستمر لساعات طويلة، لكن العديد منهم قالوا سرا إن الرحلات الجوية إلى الخارج هي الأسوأ دون منازع، إذ يمكن أن تمتد إلى ما يقارب 20 ساعة وأماكن النوم محدودة، فيما تعرض أجهزة التلفاز فوكس نيوز باستمرار. وإذا لم ترق العناوين التي تظهر في الجزء السفلي من الشاشة لرئيسهم، يعرف المساعدون حينها أن عليهم الاستعداد لرحلة مضطربة. ضياع العالم العربي تحت هذا العنوان كتب غازي دحمان مقاله في صحيفة العربية الجديد مضيفا في جزء منه: أين الجيوش الوطنية العربية؟ وكيف تسربت وضاعت بين شقوق التصدعات بين الأنظمة الحاكمة والمجتمعات؟ وفجأة وكأننا لم نبني يوما جيوشا وننشد لها الأناشيد الحماسية، بل أين هي الأوطان التي انتمينا إليها يوما؟ وكأنها كانت تقف على حرف، على صوت متحشرج خرج يقول يا حرية، لتقوم الدنيا ولم تقعد من لحظتها حتى تلك البلاد التي لم تصدح فيها أصوات الحرية تعكر صفوها من صدى الصوت البعيد. غير أن الانحطاط والضعف العربيين لم يغلقا الباب على العالم العربي ليستمتع بأزمته منفردا، أو حتى ليجد لحظة صفاء يبحث فيها عن مخارج لأزماته، لكنه ورط العالم في صراعات يبدو أنها بدأت ولا أحد يعرف كيف ستنتهي. فمن مياه الخليج إلى شواطئ المتوسط وخلجان البحر الأحمر، تتشبك القوى الإقليمية والدولية فيما بينها للحصول على المغانم التي هيأها المشهد العربي المنفلت. وثمة من قرر تسريع الاشتباك لأن الفرص لا تنتظر كثيرا، والتطورات جارية لا بد من اللحاق بها. وإذ يحسب للعالم العربي قدرتها الرهيبة في صناعة خطوط مواجهات بين مختلف اللاعبين ومن ثم إشعال هذه الخطوط، فإن التساؤل عن الأثر الذي ستتركه تلك المواجهات على جسد منهك وممزق يبدو بديهيا، وليست أي مواجهات، بل كأن بعضهم يتوقع أن الحرب العالمية الثالثة ستجري على جغرافيا العالم العربي، انطلاقا من حقيقة أن هذه الجغرافيا تعيش في الأصل في حالة فوضى، وأن أي فوضى جديدة لن تشكل سوى فروق نسبية غير ملموسة. هكذا يتحول ضياع العالم العربي من مسألة تشغل العالم إلى مجال وساحة تحل مسألة العالم عبر استضافته حروبه وصراعاته المدمرة وتفريغ شحن توتراته. ارتفاع منسوب المياه يهدد جزر توفالو بالتلاشي، حيث سيضطر السكان إلى مغادرة بلادهم طواعية خشية الغرق فعليا وابتلاع المحيط الهادي لأرضهم. إليكم بعض من الصور لهذه الجزر الساحرة والمنكوبة، سنعرضها عليكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم من صحيفة الجارديان. لم تعد المنافسة اليوم مقتصرة على الصورة والكلمة فقط، بل دخلت الريشة فيها عبر فن الكاريكاتير، ذلك الفن الساخر الذي يختصر آلاف العبارات ومئات الصور في رسمة واحدة. نتابع.
بهذه مجموعة الصور والأخبار ورسوم الكاريكاتير نصل إلى نهاية هذه الحلقة من كشك الصحافة. نشكركم على حسن المتابعة، في أمان الله.